يلا يلا يعني شعور بصراحة لا يوصف، يعني التقيت في أهلي والناس كلها اللي بتحبني، شعور لا يوصف. يعني جدا مبسوطة اللي طلعت في الصفقة، أكيد تحية للمقاومة اللي طلعتني وإن شاء الله عقبال بقية الأسرى. صعب على الاخر، صعب الوضع، يعني ما اقدرش اوصف الوضع جوا قد ما هو صعب. كيف يعني تطلعش من الغرفه، ما فيش اكل زي الخليج، بجيب لك وجبات طعام منيحه، يعني ما فيش شيء، يعني حاله تجويع على الاخر، ما فيش شيء منيح جوا السجن، الوضع ماساوي على الاخر.